هم دابا كنمشيو مازال ما تحملش عليهم الناس الانطا بدنيش كاينين بزاف خصك غير تقلب وداكشي باش تكون قبيله في الاول في المرحله ديال الريسيرش حاول تقضي فيها واحد الوقت كبير هي باش تفوق على المنافسه حاول تقلب بزاف وتكون هذاكشي مقادو فهمتي مقادو في الوسط تلقى اورغانيزي هذاكشي باش ما تقلب اولويز بي اتنشن تو نمبر هي اللي قلنا قبيله لان دابا شحال من واحد شحال انا يكون صراحه وقعت لي يكون يعني ما تمرتش جبل سميتو الارقام اللي كنت نحط مثلا شوبيفاي ما تمرتش ليها بزاف وعند بالي انا راه كنربح واحد الموضوع كبير ولكن نسيت انا منحيد مثلا الفيس ديال باي بال نسيت نحيد شحال من حاجه هذا ناهيك على الفيسبوك الفيسبوك راه ما تمرتليش دابا تنقول راه تيجي بيا ولكن نفس الوقت تلقى ديزاد سيت مثلا ولا لا ما خدامنيش لك انت راه عندك بروفيل قبل ما كاينش نقيس هذه الاصل واخا ما تربحنيش راه تجيك واحد الترافيك اللي يقدر يدير شير ولا هذا الحوايج اللي ركز عليهم بالنسبه للفيسبوك خصوصا سي بي ان سي بي سي لينك و لينك لينك و سي بي سي لينك ديال لينك لينك هادو تيقولوا لك واش هادو تيعطيوك واش الناس انتريستي ولا لا يعني ديما قابلهم ورديهم البال بالنسبه للخدمات الكوبيرايت صراحة أنكم تبعدوا عليه ما كاين لاش تاع كما قلنا قبل راه حدثنا عليه قبل ما كاين لاش تاع الوقت جايكم جد جاك وفي الاخر تسد لك فيسبوك وانت ديجا جامع فيه مثلا واحد الضغط مساحه تسد على والو فمن الاحسن تفاداه حتى دابا مؤخرا ما عرفتش واش تيزيد تيجرا ولا لا لي بلاتفورم الاخرين كاين دي بلاتفورم اخرين الا بقى عندك كوبيرات او تريد مارك خدام بواحد المبدا وبعتي فيه فراه داك البروفيت اللي تيكون عندك تيعتبر المول ديزاين اصلي فما تحتاجش هاد القضيه اللي حطمت في تي سبرينغ اما تيجي لي ما عرفتش صراحه اش تيديروا معاها سميتو فما تحتاجش انك كما قلنا تضيع الوقت ديالكم جهد ديالك وفي الاخر يتمسح كل شيء وتبقى ضايع في كل شيء فمن الاحسن بالنسبه لتريد مارك وكوبريت كاين واحد السيت الا بغيتي تعرفوا واش شي جمله تريد مارك كاين تريد ماركيا بون كوم تريد ماركيا بون اورغ باقي ولا بون كوم هو تيقول لكم انت تكتبوا الجمله تيقول لكم واش تريد مارك ولا كوبي رايت هذا فمن الاحسن تفاداها تريد مارك راه كما تعرفوا راه العالم التجاري بحال مثلا هذيك ديال مايكا جات دويت ما يمكنش تحطها في الشوك لانه ديجا مسجله هذيك علامه تجاريه ديجا مسجله غتلقاو غير مشاكل غندوزو نشرح واحد الكيس ستاتي ديال واحد التيشيرت سامبل غتشوفو نتوما التيشيرت يعني ماشي شي حاجه صعيبه هذا التيشيرت شخصيا خدمت عليه الاي جا كاين فون فيسبوك بوست يعني ايضا تصبح الفيسبوك بانت ليا بانت ليا ما بانش ليا التيشيرت صراحه ما بان ليا والو بان ليا غير واحد البوست ما عرفتش تعرفو ارو تي في سيريز ارو لازم تعرفها بان ليا هاد واحد البوست ديالهم نزلت نقرا في الكومونتير غير بالصدفه ماشي صراحه زعما انا تنعرف النيت ولا هذا فنزلت نقرا لي كومونتير وكنت لقيت واحد يو هاف فيل تيستيتي لقيتها غير مكتوبه ماشي زعما مكتوبه بواحد الطريقه وكاين داك الممثل واقف بحال هكا ومكتوبه هي بواحد الطريقه فنزلت لي كومونتير تلقى الناس تنقول تيقولوا ما كرهناش نشوفوا هاد التيشيرت فصراحه انا ما ملعبتش شي سكريت واحد دار التيشيرت سامبل 5 دقائق صافي تكريه ماشي شي حاجه صعيبه الناس اللي ديجا تحل فوتوشوب الناس اللي ما عندهاش مع فوتوشوب راه كاين توتوريال زرا سامبل بالنسبه للفونت كاين واحد السيت اللي بغيتي تيشارجي منه الفونت كاين dafont.com الناس اللي غتخدم الفونت في سميتو في فوتوشوب كاين dafont.com سامبل في هذاك الفليش اللي فيك فورا سامبل تلقاه في جوجل فري ما فيهش حتى شي مشكل كما قلنا سامبل تكست ديزاين ما فيهش تعقيد ما كاينش الجرافيكس فيه المارجن طالعين غير لون واحد بالنسبه للتارجيتين ملي قلب في الاودينس انسايت لقيت بان الناس اللي مهتمه بهاد التي في سيري بهاد التي في شو اللاج ديالهم كيطراح ما بين 18 حتى 44 سنه والجاندر خليتها كما هي لانجويج درت لي اس ال يو كي حيت كنت التارجيتين ديرو في يو اس وفي يو كي نيمز وكنت ديرو في دول اخرين وديجا بريسيزي لاغونغ باش حيت الناس اللي قدرت يفهمو شويه الانجليش بالنسبه لي زانتيريست هانتوما كما تشوفو الارو تي في سيري وستيفن امل هذا الناس اللي في الكاست اللي الممثل اللي كاين في التي في شو عطاني 730 كا ديال الناس في الريتش كما تشوفو ما صعيباش بزاف ماشي شي حاجه صعيبه سامبل بسيطه لا من ناحيه الديزاين
ولا من ناحيه التارغيتين ولا من ناحيه حتى الاتكوبي بحال هكا الشيء كما تكون قبيله من ناحيه الاتكوبي ولا الاتفوتو. الاتفوتو بالمناسبه خديت بحال هكا الاتفوتو بحال هكا سامبل ما فيها والو ما فيها لا باك جراوند لا والو تفاديت ان تكون فيها شي حاجه كوبي رايت ولا ديال التيفي شو فخليتها هكا ماشي شي حاجه كما تشوفوا ماشي شي حاجه معقده. بالنسبه للادسبانت كما قلت لكم كنخدم بي بي او بزاف ان كنت نشوف كلشي بوست انجيجمنت. بالنسبه للكوست بير انجيجمنت في الباص وصل 8 هذه راه اونيفو كامبين ماشي الادسيت هذه اونيفو كامبين يعني كامبين راه فيها بزاف لي زادسيت ماشي حتى لي زادسيت هادو ولكن راه كامبين فيها بوستها بزاف ديال لي زادسيت. باقي ملي تشوفوا سي بي ام 2.3 شي مزيان تجي في 1000 فيزيتور 2.3 مزيانه 3225 لين كليك سي بي سي 0.54 كاين لي زادسيت وسط هاد الارض هادي اللي طايح السي بي سي اللي طايح السي بي سي ديالهم لي كوست بير كليك ديال لينك طايح بزاف وكاين شي واحد اللي طالعين هو اللي تيطلع دابا في المجموع ديال هاديك الكامبين كاين 0.54 دولار. سيلز انا ممكن تشوفوا الاوردرز 219 243 البروفيت 4K في ظرف تقريبا 7 ايام ولا معقلتش شحال هذا وكان الريلانش ديالها تباعوا فيه 39 ايتمز ب 126 دولار. المهم نيت بروفيت ديالها في 7 ايام تقريبا شي 10 ايام ما عقلتش الكامبين ديالي ديالها كانت شي 10 ايام نيت بروفيت ديالها 2705 دولار. الناس ديال في الجروب ديالو في 2014 ما عقلتش يعني بالضبط ما عقلتش على السنه بالضبط وغنعاود نديرها اليوم الناس اللي حاضرين غادي نختار ثلاثه الناس وان اون وان كوتشين لمده سيمانه او لا المهم دابا نشوف لا ديريك دايره واحد البيت جي من عندي ما غاديش تكون شي حاجه كثيره غنختار ثلاثه الناس اللي حاضرين عندي الداتا بيز غنعيط عليهم وتنتمنى انهم يكونوا من الناس اللي يلاه غادي يبدا وعنده رغبه باش يخدم ويلا غادي الناس لا تختار شي واحد ديجا نتيح ندير سيلز نحقق واحد العدد ديال المبيعات ولا تجيبو من الاحسن عاد توصل واحد اخر يلاه بلاتي. المهم غندوزو نشوفو ندير واحد الويب سايت تيختار لك الناس من واحد داتابيز نختارو ثلاثة الناس ان شاء الله نتلقاو وانا ما كنتش لمدة سيمانة والبيجي من عندي واحد المدة.
اخذوا بس كذا كان من الاخوان اخذوا بس كذا جميع راندوم من راندوم من نيم بيكر اختار لك ما شاء الله ندو داتا بيز جي تمام موجود زكريا اشقر كان معنا هنا الحمد لله اغلب الاخوان محاضرين زكريا اشقر أمين بن عزوز شو محمد لكن صور عليكم لا بتسخن فلوس تخفني نجيب ما كين ما حضرش أبسن هذا مرة غطى من كل فاقع فيسبوك بيزنس بسبب الترايب
في الكونت الاخر في المود بيمون بي بالي تعاوتاني تسد واش داك البيرسونيل باقي دابا باقي ناقص له زعما 6 ليا واش الا خدمت به هذا لا المهم ديك الشيء مع الحاجه ولكن دابا ملي تيطلع واحد اكونت ديال باي بال راه في المز تي راه دابا انت غتحتاج غادي تيستي غادي تسيب مثلا زيدو وهذاك باي بال يتفلاكا كون عليه الحين غادي تصاحب واخا مالي فيه شتي له ولا تفلاكا في ديزا كونترين راه غيتسد دابا هذاك الكونت باي بال اللي عندك فهذاك البيرسونيل جامي خدمتي به خدام به في لي كونت اخرين سد بهذاك الباي بال وعلاش ما تمشي هذاك النهار غتبت تخدم به غادي تسد يعني مازال ما خدمتش به دابا نتايا لا ما خدمتش به ولكن فوالا نهار تخدم به غادي تسد دي جام فلايك فهمتي راه دابا بحال هي اللي تبريموها ومحطوط تما من غاتكري شي اد غادي تفلاكا ديال 1700 ديال السبان شحال باش بديتي يعني هاد الفائده الكماله ديال الكيس ستادي شحال باش بديتي تيست وشحال تسميتي ديال الوقت يعني باش قررتي واش تكملها ولا لا والسؤال الاخر هو داك اللي سكرين شوت اللي شفنا ديال 148 كا ديال اللايكس وداكشي يعني غير واحد الاستيماسيون ديال شحال ديال السبان ماشي بالضبط يعني ماشي بالضروره تعطينا الرقم ولكن المهم اي باش نعرفوا يعني بالنسبه للكيس ديالي وريتكم يعني في بزاف ديال الماكسيموم بالنسبه لي راه كذا قبيله الناس تيكونوا مليمتين في البادجيت بدا ب 5 دولار شوف 5 دولار ثلاثه ديال لي زاتسيت عطاهم 3 ايام ديالهم شوفهم كي دايرين شوف الارقام ديالهم واش خدامين مزيان ما بانش لك فيهم سميتو كيل دو ادز كيل دو ادسيت وبدا ودوز حاجه اخرى سينو باقي عندك امل وعرفتي هذاك الشيء غادي تبع ولا هذا حاول تجرب حوايج اخرين فيها يعني عاد كيما قلت لكم الناس يلاه بدل 5 7 8 دولار عاد 3 ايام ديالها ماكسيموم 3 ايام ديالها ما جابش ما تبقاش لك هذيك القضيه ديال راه فيه شيرز بزاف لا راه لي كومونتير فيهم اي وانت ذيس كذا كذا ما تبقاش لعب العاطفه ما ارقام سير معاك ارقام ما عطاتش في هذه 3 ايام قتلها حبس الادز ودوز لحاجه اخرى ولا كمل مثلا هذاك الادز إذا كان باقي ديال الانترست ولا ما تجرب ولا باقي تاعك شويه يعني تي تقول جات مثلا سي هما راه ما مربحينش ولكن جاتك سي يقدر يكونوا من ديال الانترست اخرين او لا هذا فحاول تجرب حوايج اخرين ولكن 5 دولار 7 8 جربهم لمده 3 ايام ماكسيموم مده 3 ايام ما جابش قلت لك حاجه اخرى باش تربح الوقت وفي نفس الوقت تربح حتى الفيسبوك ما تيديش لك واحد البيجي بزاف انت تلقى الا زدتي وتبقى تقول راه غيجي غتلقى راسك ثاني غتلقى راسك انت ما دخلتي والو شي حاجه اخرى زاد قبيله بالنسبه لهاد لي زاتسيت اللي وليتكم قبيله الاد ماشي الاتسيت الاد كوبي بالنسبه للاد كوبي اللي شفتو قبيله باللغات بالتش ديال الطاليان ديال السبريون كاين السويد كاين بزاف المهم ديال دول اوروبا غنحطهم لكم في الجروب ديال تي سينما روك وغنحط لكم حتى لي زيماي شكل واحد ايماي تامبلي غنحط لكم تما الناس اللي ديجا باعوا هذا بغيت يفطوا ولا بغيت تارجيتو مختلف ديال الدول بحال السبريون بحال الطاليان رومان او هولندا فغادي نحط لكم غادي ندير هذاك الشيء في واحد في شي فليكس ولا في شي مول غنحط لكم غتلقاو في الجروب بالنسبة للسؤال الثاني ديال اللي قلتي ليا اللي في سكرين شوت ما فهمتش السؤال ديالك شحال ديال داك البوست اللي فيه 147 كشحال سبان فيه شحال صرفت في زاد سيت راه شفتي قبيله 1757 اللي قبل الاخر اللي فيه واو الاخر اللي فيه 150 تقريبا 150 كا فكما قلت لكم قبيله راه الا شفتوا واحد لافا كتقول لك شحال ديال الاورغانيك وشحال ديال سميتو البيت تيقول لك تيكون واحد لافا بحال لورونج تيكون واحد شويه مغلوق تيكون واحد شويه تيبان شويه كاش هذا اللي تيكون شويه مغلوق وقيله لا مخفي غير هو ديال البيت
يعني كما نشوف قبل راه ما كانوش متفوتين بزاف، ولكن ما فيكم راه بزاف ديال الحوايج. يعني انت تتوخى واخا تبان لك هذيك 150 صات ولا تقدر تكون سبانديت فيها واحد 20 كا ولا 30 كا، في الاخر غتلقى سبانديت فيها واحد 2 كا ولا 3 كا ولا حتى 5 كا كاع، والعدد ديالها كبير. علاش؟ حيت تكون بزاف ديال الشيء الناس يطلقوا صحابهم، فهمتي، تعجبهم التيزاي. فبالنسبه لهذيك ما كانش فيها صراحه، يعني ما عقلتش صراحه بالضبط شحال سبانديت، ولكن ما كاينش بزاف لحقيتهاش. كما قلت لك راه كاين الاورجانيك حتى هو جا كثير، راه دوك لي برا غادي يبانوا لكم. وتنشكركم الاخوان بزاف، ومزيد تعلقوا النجاح ان شاء الله.